الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فبلغ السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبدلون. وبعد ولا ليال قصرين كي أيام كل حجرني وعن برشاد أسوق بهيني وعن كشاكيد ونمانتا قصة جحا والحمار وابنه شاكد حمرتي جحا لنك لديه جري وشعتر لها عاي يا ضمير يا ويلكي ساجحاس. في يوم من الأيام معلم علمها كم إذا كان جحا وابنه يحزمون أمتعتهم استعدادا للسفر، معلم علمها كم إذا أيا واحد عضي جحا لنك اللي راهو ونن آدتك كقص لي أهاي يا ويلكي سايا وحي حرتين على ما هو ضاي حرتين أيقو ديار قروبة أي السفر وحين السفر أيين سعدال كواهاين مقالة درس لأه فركبا على ظهر الحمار وحين كورين جحا يولكيسي على ظهر الحمار ضمير كي دبر كيسا يكورين لكي يبدأوا رحلتهم سيئوا باللابان سفرتوا ذي يكووا سعدين مقالة درس كلاها ذي. وفي الطريق مروا على قرية صغيرة وضذي مركي كوسي سعدين وحي مرين تولير أي مرين جحا يولكي لسعدي يدمير كي وتين، فأخذ الناس ينظرون إليهم بنظرات غريبة ضدك يا وحي بالله بين إني آد وإيجان جحاي ويلكي سي دميركي ولبا آد يعني وحي أفيرين في رأى الياب لأي فيرين ضدك وحي ندها ضدك انظروا إلى هؤلاء القصة يركبون كلهما على ظهر الحمار ولا يعرفون به بل ضدك عن حجحو يويلكي سدقون مدو ضفيرشا وحي كرا يان دميركي دور كيسة لما أنتوا ذلبدوا ذي دمار كان أن حريصا معيان أي دهن. وعندما أشكوا على الوصول إلى القرية الثانية تولدي يراد مركي كجد بين عدد كساء صورة يابين مركي تولدي اللبات قارين نزل الإبن من فوق الحمار ملكي يرايا يا كدق دمار كدبر كيسة وصار على قدميه لويسا ينقص على ملكي لكي لا يقول عنهم أهل هذه القرية كما قيل لهم في القرية التي قبلها وحونا ملكي سيدا سسمين ودمار كدبر كيسة كدقه سي صندتكو يسودهن تولدي هراء يسو ملايين سي صندتكو أولا يابين أي أسمين أرنكاس مركا ويكدقين دمير كدبر كيسة كدبنا ويلكو اسكسو عدي تولدي اللبات أي قلين مركا تولدي اللبات أي قلين. فلما دخلوا القرية رآهم الناس مركي تولدي كلا قلين ضدك يا أركي فقالوا انظروا إلى هذا الأب الظالم يضع أب ابنه يصير على قدميه وهو يرتاح فوق حماره وهي دهن ضدكي أبان في ريا أو آتك أقلدن ويلكي سيأيو كتكي أسوغ ويلكو السعان عيو لويسو كسعان عيو أبين أكرا حيسان عيو دمارك لبركيس. وعندما أشكوا على الوصول إلى الغرية التي بعدها تولدي سدح هذا مركي تغين أيو جوحا وحو كتكي دماركي وحو نكوري جوحا ويلكي سه او يرأي وحكوري اركب انت فوق الحمار ويليا وفول طمارك دبر كيسة انيقا يا سعاناي. وعندما دخلوا الى القرية الرابعة مركي تولدي افراد تكين رآهم الناس فقالوا انظروا الى هذا الابن العاق يترك اباه يمشي على الارض وهو يرتاح فوق الحمار وحيدا انفيري ويل كانير او عاس والدينك او ابيه سكتكي اسيقو سعاناي رولك اسيقو ويل كي راينا وحكور راحي سنة طمارك دبر كيسة مركو سيدا سيدات كدهان تولدي أفراد مكي قارين. فغضب جحا من هذه المسألة جحا أي الله يابي مسألة يعني دادك يعني وحيا بها أي كوها ذاقا يان أي الله يابي وغرر أن ينزل هو ابنه من فوق الحمار وحيو قوان سدي إنو كدقو السيقي ويا ويلكي با إني دماركا إسان فولين مردن با أي قوان سدي جحا ويلكي نو حوري سودك أني نوان سودك يا وان سعانينا حتى لا يكون للناس سلطة عليهما سيدتكو ايسان وحبن وغشيقين. وعندما دخلوا الى المدينة الخامسة مركي مقالدي شناد او تولدي رأي ايقارين
ورآهم أهل المدينة دتكن أي أركان جحي ويلكي راي أو صعنايو دمركنا أي دمرك هذا وصعده قالوا انظروا إلى هؤلاء الحمقى دتك وحيدة أنفيرية دتكان يعني الدغمضة يسيرون على أقدامهم ويتعبون أنفسهم ويتركون الحمار خلفهم يسيروا لوحدة وحيدة دتك أنفيرية لغة هذا وصعده ونفط هذا دارينايو دمركنا كتك دمرك هذا وتجو دمرك دمرك هذا أي صعده سوى كليس فلما وصلوا مركي مقالذي لحد أي قارين جحا يا وحوري هذا الآد وعجيب الوحوري رضا الناس غاية لا يبلغ وحوري هل أقاذو ضدك إن الرالي قليو وميل أن لقاري كارين ولي أن لقاري كارين ضدك يعني ابن آدنك لما الرالي قليك روري رالي قليم لغمز لما السيكرو محايا لمركز طوة تلاباء القادد وحقو وحبال غاشيقة مركز طوة تلاباء القادد وحبال غاشيقة markii hore wada damerka wada saarayeen markii la arkay waxa leeyay wardadkan waa dad yaani damerka aan u turaynay oo naxariisaneen markii uu aabi raaciyo waxa leeyay wiilkii waa caasi oo waxa leeyay wiilkan yaani waxa leeyay aabihi waxa leeyay waa aabo oo macnaha aad u qaldan oo aan naxariis lahayn oo wiilkiisi ayaa dhulka socdo aabihiina damerka dushiisa ayuu raaxaysana markii aabi uu soo dagay wiilkii la raacsiinay wiilkii waxa leeyay waa waasi waalidayn hadii labadoodu wada socdaan waxa leeyay haddii waa dad doqoma ah ayaa la yiri dumarkii iska socdo ayaguna waa socdaan way isdaarinayaan marka wuxuu yiri hadal aad u cajiib loo murtilay wuxuu yiri rida naas gaayatun la yublaq ridadka in la raali geliyo waa meel iyo yool iyo target aan la gaari karin ayuu yiri lama gaari karo yani halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa sheekadii dhaxmartay juxa iyo wiilkiisi iyo dumarkii wabillahi tawfiq wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.